يا مرحبا فيكم في الوجهة العائلية الأولى في منطقة الشرق الأوسط، القرية العالمية. الأجواء استثنائية في القرية العالمية. في هذا المكان الحلو تقدر تقضي أجمل الأوقات مع ربعك أو أفراد العائلة. الممرات والشوارع في القرية العالمية كلها محطات تستاهل التأمل والتصوير. 26 جناح في القرية العالمية، ولكن الجناح الإماراتي يعتبر واحد من أجمل الأجنحة. تشوف فيه إبداع عيال زايد، تشوف فيه الفنون التراثية، تشوف فيه فخر الصناعات الوطنية. والحين بأخذكم إلى الماضي الجميل، إلى قرية التراث خلف الجناح الإماراتي، اللي بنتعرف من خلالها على كرم الضيافة الإماراتية، على ملامح تاريخ الجميل، تاريخ العريق لدولة الإمارات. أما منطقة الألعاب فهي تعتبر من المناطق المفضلة لزوار ورواد القرية العالمية، لأنها توفر خيارات ترفيهية متنوعة للكبار والصغار. السوق العائم في بحيرة التنين يقدم لك تجارب ولا أروع. تقدر تتذوق ألذ المأكولات البحرية من تايلاند وكوريا والصين وغيرها من دول شرق آسيا،